فهنبدأ حياتي في اليمين. اتفضل بقى هو عشان قسم. خلي بالكم القسم ده مش قسم عادي كده او بيتقال في، لا انت كل كلمة بتقولها في القسم، كل كلمة بتقولها في القسم دي بتعبر عن واقع المحاماة اللي احنا هنعيشه، وكل كلمة بنقولها في القسم دي تحطها في دماغك وفي وجدانك، واوعى اوعى حد ينحل بالقسم لحسن ايه، انما اللي هو بيحترم المحاماة كويس قوي وبينه وبين ربنا بيأدي كويس قوي بيبقى المحامي اعظم شخصية في المجتمع. اقول لكم اخر، اعظم شخصية في المجتمع واغنى شخصية في المجتمع. انا بقول كلام ما واقع مش لا، بس اللي يعمل ايه؟ اللي يلتزم بيها ويعيش جواها وهي هتعيش جواها وتحتضن. فالقسم مهم. ماشي يلا هنبدا القسم. اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. مبروك بالتوفيق إن شاء الله.